يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما. فلما أردنا الخروج قال: إني أمرتكم إذا رأيتم فلانا وفلانا فأحرقوهما. ثم قال: إنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. فهذا الحديث نص واضح منه صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لا يجوز إحراق الآدميين، بل لا يجوز إحراق من به روح من البهائم والحشرات ونحوها. ولذلك ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن النخعي حذر من حرق العقرب، والإمام أحمد نهى أن يشوى السمك في النار وهو حي. فهذا الحديث فاصل في الموضوع. فخلاصة القول أن التحريق والتعذيب بالنار لا يجوز، لحديث لا يعذب بالنار إلا الله، لكن إن كان من باب القصاص فيجوز، فيجوز. والدليل أنهم لما أحرقوا عين الراعي بالنار أحرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعينهم بالنار، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. أما ابتداء فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الفيصل في هذا الموضوع.